أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من يومي استفتاء على قناة خوذتي. قصيدة كرت أحمد: ابعد يا كونة من داخل البيت، وكفاية عدوى من بيت لبيت. ده احنا فاهمينك، أخدين مسافات، عارفين ألعيبك، شوية حركات، تطهير تعقيم، مسكات مسكات، والكل ماشي حسب الخطوات. الود فينا وبدون سلامات، وبلاها خالص بعض القبلات. العقل زينة ودي حكمة قديمة، والنصر لينا وبدون أزمات. الصحة هامة ومعاها علامات، عينك عليها ومفيش تبعات. ونهاية نايمة على عتبة بيت، نظافة دايمة في ثقافة البيت. دمتم بعافية وصحة، وإلى اللقاء.